انتحار لاجئة ريما، لاجئة خرجت من بيت أهلها وناسها وراحت عاشت في لندن. الخبر منتشر بشكل كبير، بدأت تتكلم عن الإلحاد والحرية والآخر. خلال البارحة تم معرفة أنها انتحرت لها أكثر من 3 أيام، ما حد يعرف عنها، فانتحرت في لندن. الكلام اللي أنا بقوله أنه كثير يدعون الحرية ويدعون الإلحاد وأنهم عايشين حياتهم فلة وناسة والآخر، لكن هذه الصورة اللي يظهروها للبنات ويظهروها أنهم عايشين وما حد لهم قيود والآخر، هذه الصورة دائما يظهروها أنهم عايشين والآخر، هي صورة غير الواقع. الواقع نحن كرجال، نحن الآن أنا كرجل وعايش في أوروبا، الحياة كئيبة، بنمر أحيانا بمشاكل، بنمر بالتزامات، الحياة غالية، الوضع مختلف عن الدول العربية، أمور كثير كثير كثير. الحرية مش فقط أنه أنا أروح أسهر وأشرب وأفلها، لا، الحياة ما تنتهي، أنت كل اليوم طول اليوم راح تشرب راح تفلها، لا، في عندك التزامات، في عندك طلبات، في عندك مستقبل. ناس كثير ينخدعوا من هذه المظاهر أو ينخدعوا من هذا السوشيال ميديا، لكن الواقع مؤلم جدا. أسأل الله أنه يغفر لها ويرحمها، وما نبغى نروح في مرحلة الشماتة والأخر، ولكن نحن نقول اتعظي وانتبهي أو لا تصدقي أحد. أنت بين أهلك، بين ناسك، بين بلدك، يعني اليوم اليمنيين أو السوريين لو ما احنا بلادنا او مو بلادنا فيها مشاكل وفيها واو الاخر، ما كان حساب مكانه وارضه وبيته جاء وتغرب، حتى لو كانت الحياة جميلة ووردية واو الاخر، ولكن تظل بلدك او مكان بيئتك او مكان نشأتك وربعك وناسك واصدقائك واهلك واخوانك هو المكان الانسب، وخاصة نحن كمسلمين. اليوم الخبر منتشر جدا، ونسأل الله السلام.